بالقاطع أن هذا التحالف سوف يدعم موقف المعارضة في الانتخابات القادمة. ولكن أحب هنا أن أوضح نقطة، أن المشكلة حاليا في المعارضة هي تكمن في عدم الاتفاق على مرشح واحد لخوض الانتخابات أمام أردوغان. ولكن هناك نقطة أخرى تضعف موقف أردوغان، هي سياساته على الأرض خلال الفترة الماضية، وخاصة في التعامل مع كارثة الزلزال، فضلا عن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي مرت بها تركيا خلال الفترة الماضية من تضخم وارتفاع في الأسعار. وهو الأمر الذي يمثل نقطة في جانب المعارضة التي يمكن أن تركز على سياسات أردوغان، والتي يمكن أن تعوض إلى حد ما عدم الاتفاق على مرشح واحد. ولكن توقعاتي في كل الأحوال أن انتخابات الرئاسة لن تحسم في المرحلة الأولى، ولكن مما لا شك فيه أن أردوغان سوف يواجه مصاعب كبيرة تختلف عن الانتخابات في المرحلة السابقة. ويمكن المعارضة أيضا أن تطعن في نزاهة الانتخابات في حالة فوز أردوغان، على اعتبار أن احتمالات كبيرة لحدوث تزوير نظر لسيطرة أردوغان على مفاصل الدولة، والتي يمكن أن يستخدمها في تزوير الانتخابات. كما أن المعارضة أيضا تحتج على أردوغان بعدم أحقيته في الترشح لفترة ثالثة، خاصة أنه ترشح في الانتخابات الأولى والثانية. وكما أن أردوغان في حالة أيضا فوزه فإنه لن يكون مطلق اليد كما كانت في المرحلة السابقة، لأنه من المتوقع أن تحصل أحزاب المعارضة على نسبة لا بأس بها في البرلمان، وهذا يمكن أن يعزز فرص المعارضة في الطعن على سياسات أردوغان، وعدم ولا يكون مطلق الحرية في اتخاذ القرارات التي كان يمررها في الفترة الأولى والثانية. وبالتالي فإنني أعتقد أن أردوغان سوف يواجه مصاعب جمة حتى في حالة فوزه في الانتخابات الرئاسية. طيب دكتور، دعني هنا أسألك، يعني أنت كيف تقدر نتائج هذه الانتخابات من حيث المبدأ، وخاصة أن استطلاعات الرأي أرجحت كفة أغلو على حساب أردوغان؟ يعني هل المعركة الانتخابية حسمت أم ماذا؟ دكتور هل تسمعني؟ دكتور مصطفى؟ دكتور هل تسمعني؟ طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال. كنت معي من القاهرة دكتور مصطفى عمارة، مدير مكتب جريدة الزمان الدولية. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به.